أهلا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من هنا بيروت. تفاصيل خطة الحكومة المالية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ماذا يعني تحديد حجم الخسائر على الدولة اللبنانية؟ ما هو الكابيتال كنترول؟ ما مصير الكابيتال كنترول؟ ولماذا يرتفع الدولار بهذا الشكل الجنوني، خصوصا من بعد الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان مؤخرا، وكيف تأثيره على سعر صرف الدولار في السوق اللبنانية؟ كل هذه المواضيع اليوم رح نجرب أنه نشرحها بشكل مفصل مع الكاتب الاقتصادي علي نور الدين. أهلا وسهلا فيك. قبل ما بلش حواري أنا وياك، اسمح لي أني أتوقف باتصال مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب. لأول مرة بيطلع الرئيس على الهواء ليحكي، خصوصا وأنه في طبعا قرار الطعن سيتخذ المجلس الدستوري قراره بمسألة الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أقرت على قانون الانتخاب. أهلا أهلا فيك رئيس طنوس مشلب. ميرسي، الله يخليكي. أول شيء شكرا لك على هذه الإطلالة، بعرف أنه حضرتك يعني قليل لما بتطلع بتحكي، بس بالشكل بدنا هيك نجرب ناخد منك كم يعني معلومة أو الأجواء اليوم المحيطة في المجلس الدستوري. بنعرف أنه سبق أن اجتمعتم أكثر من مرة ولديكم بعد اجتماع، هل تطلعنا لو سمحت على متى الاجتماع مثلا الأخير؟ متى سيبت المجلس الدستوري بمسألة الطعن المقدم له من قبل تكتل لبنان القوي حول قانون الانتخاب والتعديلات؟ يعني تكرمي، ميرسي لك على المقابلة، على الاتصال وعلى المقابلة. أهلا وسهلا يعني فيك. أكيد عملنا عدة اجتماعات مثل ما تفضلتي، بس الاجتماع الأخير ما بعرف، بس عندنا اجتماع بكرة موسع، بضل يعني عملنا عدة اجتماعات، صرنا عاملين شي أربعة. نعم. وعندنا اجتماع بكره، بس الاجتماعات حكما ما فينا نستمر فيها لاكثر من نهايه المهله اللي هي نهار الثلاثاء 21 الشهر. نعم. 21 يعني الثلاثاء المقبل. يعني ممكن اذا اضطرينا نعمل الاجتماعات بكره اكيد في بنعملها الجمعه، اذا اضطرينا بنعمل سبت واحد واثنين، بس ما في اضطرار لهالقد للاجتماعات، لانه وقت بيكون عندنا نقطه موضع خلاف بالراي كل واحد بيعطي رايه وبنرجع نعمل عليها ابحاث من اجل يوم او يومين، مثل اليوم ما كان عندنا اجتماع موسع. نعم. مأجلينه من امبارح لبكره لحتى نستكمل البحث بالنقاط المطروحه علينا لنلاقي لها الحلول. نعم. الابعد حل هو نهار الثلاثاء، وحسب قانون المجلس الدستوري في عدة حلول للطعن الكل صاروا بيعرفوها، أو بدنا نرده كليا، أو بدنا نرده جزئيا للطعن ونقبله بأشياء، أو إذا لا سمح الله وصلنا وما قدرنا أمنا الأكثرية اللي هي 7 على 10، ساعتها بنقول ما قدرنا عملنا آراء. بس اليوم شفت شيء بالاعلام، هلا رعايتين من الفرصه صحيفه النهار. نعم، صحيفه النهار اليوم كتب، بس خليني اقول للمشاهدين انه اليوم في كلام عن انه في انقسام حاد داخل المجلس الدستوري، هو انقسام طائفي، ربما 4 قضاة مسيحيين اليوم هم مع قبول الطعن بهذه التعديلات، قبول الطعن بالتعديلات، والقضاة الآخرين المحسوبين على قوى سياسية مختلفة هن ضد هذا القبول، وبالكلام عن أنه المجلس الدستوري اليوم عاجز على تأمين الأكثرية لاتخاذ أي موقف بخصوص هذا الطعن، وبالتالي سيذهب المجلس الدستوري في نهاية المهلة أي اللي تفضلت فيها حضرتك يوم الثلاثاء، والإعلان عن أنه لا قدرة، ما أمن الأكثرية لأي قرار، وبالتالي بتنتهي المهلة وبضل بضلوا التعديلات كما مثل ما هن. الكلمة الأخيرة إنه يعني اللي عم بيقولها اللي وصل لها الكاتب، وقالوا لي عادوا اتصل حدا فيي، قالوا لي كمان الجمهورية كتب شيء قريب وما بعرف أي وسيلة كمان شيء قريب، يعني ما بعرف إذا هن جيتوا، أنا ما طلعت عليهم. نعم. اللي وصل علي بالنتيجة الأستاذ عائل إنه ممكن إذا وصلنا لا أكيد هذا حل من الحلول الموجودة، بس حتى ما استعمل كلمات منا حلوة،
وانا بحترمه للاستاذ عيل وبقرا له دائما يعني، بقى منا دقيقه القصص ومنا صحيحه. لا يعني مثل واحد عمل بحلل هالاشياء في انقسام وقسمنا لكلنا، مش مضبوط ابدا، لا في هالانقسام المذهبي والسياسي، ولا في يعني عم نتناقش بالقانون في من كل يعني من كل الطوائف والمذاهب بتساعد، يمكن انا اكون مع او اكون ضد، او انه ما حلوه ابدا تنحكى على المجلس الدستوري بهالطريقه، وراح استعمل كلمه منا دقيقه مع انه في كثير معلومات فيها غلط محطوطه، بس انا راح استعمل كلمه منا دقيقه. نعم. هلا بالنسبه لنا في عندنا كثير نقاط مطروحه، هي الماده 57 انه التصويت بيكون بالاكثريه ال 65 صوت او 59، التصويت داخل القاعه بالجلسه الاخيره هل هو تصويت كان صحيح او مش صحيح، حساب الاكثريه له حق المجلس النيابي يفسر الدستور بهالطريقه اللي فسرها فيها او في طريقه ثانيه، يعني في نقاط كثير عالقه وكلها موضع بحث. توصلتم؟ ما وصلنا، ما وصلتوا لهيدي النقطه بعد؟ لا لا، ليك عم كلهم عم ندرسهم مع بعضهم، بس في مثلا نقطه افترضي وصلنا لل 57 كمان بصير بتتشعب لعده اسئله، انه طيب اذا قبلنا قلنا ال 57 التصويت غلط، يعني جلسه مجلس اذا وصلنا شو بصير بالقانون؟ في نزول نرجع نبحث بالباقيين. نعم. في راي بيقول ايه بنبحثهم على سبيل انه التوضيح، وعلى في راي بيقول لا، بس كلهم مع بعضهم بعد ما صوتنا بعكس ما عمل بيطلع ما استنتجته من المقال، لا صوتنا على شغله ولا اخذنا قرار باي شغله منهم، كلهم بعدنا عم نبحثهم مع بعضهم لحتى ما يكون في نقطه، هذا كلهم مع بعضهم بنطلعهم يعني. نعم. هلا بكره اكيد جلسه مهمه بدها تكون، بس يمكن نعمل جمعه وسبت، واذا اضطرينا احد، واذا لا نعمل اثنين وثلاثه، يمكن اثنين نطلع، ويمكن الجمعه يعني بعد بكره، بس لحد هلا بكل شفافيه عم بقول لك بعدنا ما وصلنا لخلاف، ولا انه وصلنا بطينا على بعد ما صوتتم على ولا بند. ولا بند. ولا بند. ما حسم ولا بند. وعم تقول حضرتك انه النقاش الدائر حاليا هو اذا صوتتم على بند القبول بالطعن على كيفيه الاقتراع، على مساله الاقتراع في مجلس النواب، النقاش يدور حول اذا كان بعد بينفع تنظروا بالبنود الثانيه، لانه ممكن انه البت بهذه المساله ان تطيح بكل التعديلات، صح؟ لا، هي هيدي شغله منهم، بس ما لا يعني هي فينا نوصل انه يمكن اذا صرفنا هذيك ما عاد لهم لزوم، بس كمان في راي ثاني وراي له قيمته، انه نحن بما انه انطرحت هالمواضيع ونحن مجلس دستوري يعني المفروض نحط النقاط على الحروف، فينا نبحثهم لكلهم نقول تفسير الدستور كيف بيصير من شان المستقبل، يعني مش على منع فلوس لحدا نحن. نعم. بس بنقول كيف بصير تفسير الدستور لانه مطروحين النقاط، وبنقول انه اذا مبدا المساواه محترم، بنقول دائره المغتربين قانونيه، فينا نبحثه. وفي راي بيقول كمان لحد هلا بنقول يا عمي بما انه طيب ما تصويت مش مظبوط، لشو بدنا نكمل فيه؟ نعم. بس اثنيناته موضع شو راي حضرتك؟ اخذ وعطى. شو راي حضرتك؟ شو راي حضرتك؟ يا ريت ما في يعطيك رايي، طيب. لو في يعطيك رايي ما بقول لا، بس انا نحن كلنا اقسمنا اليمين على سر المذاكره. نعم. ما فينا نعطي راينا الا بالقرار. نعم، بس بعد عندي سؤال، انا بعرف انا كنت عم بحكي انا وياك على التليفون قبل الحلقه، وبعرف انه ما فيك تستفيد كثير بالحكي، بس بعد عندي سؤال واحد. لا انا كل الاشياء ضمن الحدود، انا ما عندي مشكله بوضحها، وبالعكس يعني اغتنم هالفرصه هلا لاقول انه هالاشياء يعني اذا اخذها العالم شو بدها توحي؟ بدها توحي لهم للعالم المقالي انه حدا منا مخبر رضوان عقيل او مخبر جريده النهار. نعم. وهيدي لو شغله صايره انا بجزم انه ما حدا مخبي. مش بس الزميل رضوان عقيل، في اكثر من حدا كتب
سعادة القاضي. ايه يعني انا ما قريت الا عنده، من هيك عم بحكي نعم. عنه، مع انه قلت لك انا بحترمه وبحب مقالاته وبحسه مرات كمان بيكتب كثير، انا كثير بقرا له يعني دائما نعم. بقرا له مقالات. نعم طيب يعني ما بقرا كل شيء بالنهار، بقرا له مقال. نعم نعم. طيب بس بعد عندي سؤال لو سمحت. امبارح كان في كلام لرئيس الجمهورية وكأنه يبط فيه مسألة موعد الانتخابات النيابية، هل هذا له علاقة بالطعن أو لا؟ لا لا، ما له أي علاقة هيدا بالقرار اللي ممكن يطلع عنا شو ما كان القرار. نعم. لأنه لحد هلا الموعد الانتخابات منه مطروح عنا. نعم. نحن ابدا ما انه مطروح، مطروح انه تقريبا مطروح انه التعديلات الدستوريه. نعم. هلا التعديلات الدستوريه مثل ما هي طالعه لتسهل اذا وزاره الداخليه والمختصين بدهم يقربوا موعد الانتخابات بصير فيهم يقربوها، بس اذا رديناها وقربناها القرار بايد وزاره الداخليه ما لها علاقه ابدا بقرارنا. نعم. وان رديناها وقبلناه الانتخابات بدها تصير ما لها علاقه، او بتصير ب 27 اذار. نعم. بالحالتين يعني، او بتصير بشهر ايار. ايار. نعم. ما لها علاقه. اوكي. ابدا ما في ولا شيء. في حال ما امنتم، في حال ما امنتم الاكثريه، في حال الاكثريه في المجلس الدستوري لم تتامن لاتخاذ اي قرار، شو بيصير؟ ايه بصير ساعتها نعمل محضر، بنعمل محضر انه تقدمت هيدي بالوقائع اللي صارت معنا من تاريخ تقديم الطعن لتاريخ اخر النهار، اخر ساعه باخر النهار، وبنقول هيدي صارت معنا ويعتبر القانون المطعون فيه نافذ وساري المفعول. نعم. هل ترجح هذا الكلام؟ لا ابدا 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 لا ارجح، لانه بعدنا موضع نقاش جدي وبحث جدي بكل النقاط ولا انقسام طائفي رئيس بالمجلس؟ لا انقسام طائفي؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. يعني انا مرات انا لاقول لك شغله، انا بقى مثلا اخذ وجهه نظر معينه، بيجي حدا بيقول لي يا عمي هيدي في زادة بغير، ما عندي ولا مشكله. نعم. لانه في مثلا اجتهاد جديد طلع وتغير الراي، ما هيدا درس انا وعم بكتب بلاقي انه في شيء يمكن لازم غيره برجع بغيره. ابدا ما في انقسام لا طائفي ولا مذهبي، مش مطروح ابدا. نعم. اوكي. استاذ رضوان عائل، بدي قبل ما اسكر معك بدي انقل لك رساله من استاذ رضوان عائل عم يبعت لي. انا احترم اعضاء المجلس الدستوري وخصوصا القاضي مشلب، انا لم احصل معلوماتي من المريخ مع محبتي. يعني عم بقول لك استاذ رضوان انه في حدا قايل له المعلومات. يعني لك انا كمان راح اذا بتجاوبي، انا مثل ما قلت لك وما كنت عم بقوله لعرف راح يسمعني انه راح يوصل، انه انا كثير بحترمه وكثير بقدره، بس انا هون صرت عمل بشك بحالنا انه نحن حالتين يمين على حالتين يمين، انه ما بنفشي سر المذاكره، وافشاء سر المذاكره يستوجب اجتماع من المجلس الدستوري لاعلان عدم اهليه من افشى سر المذاكره اذا واحد منا فاشي سر المذاكره. نعم. وشطبه من المجلس الدستوري، هي هذه العقوبه. هلا يعني انا بتمنى يكون هول لبنان جايبها من حدا منا، يعني صار بدنا نعمل تحقيق فيها. وانا بعرف الاستاذ رضوان موضوعي كثير وما بيحكي، ما بزت الكلام على عوهينه، بس انا ما قريت الا له المشكله. شكرا لك القاضي طانوس مشلب رئيس المجلس الدستوري على هذه المداخله، انا اقدرها كثير ريس، واملا بانه نشوف بكره او يوم الثلاثاء قرار ماذا سيتخذ المجلس الدستوري من قرار في مساله الطعن في قانون الانتخاب. شكرا لك مجددا. شكرا شكرا لك، شكرا.